الحموشي ينهي مهام مسؤولين بأمن القنيطرة وبن سليمان. أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع الماضي عن لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولين مقابل إنهاء مهام مسؤولين كبار يعتبرون من الدرجة الأولى والثانية على المستويين الولائي والجهوي، وإحالة بعضهم على التقاعد أو المصالح الولائية بدون مهام. وأكدت مصادر جد مطلعة أن التعيينات الجديدة همت ولاية القنيطرة والدار البيضاء والعيون، وكذا الأمن الجهوي بالحسيمة والأمن الإقليمي بكل من أسفي وسيدي سليمان وابن سليمان.